السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وهي تفلسف جوحة وأهدى الكاميرون تأهل تاريخي، يعني كانوا منهزمين في 15 ثانية وين طاهم تأهل تاريخي. ما عمرهم لا صرات لهم، صار يربحوا بارتياحية، يديروا ماتشني برا يربحوا بربعة في بلادهم. بصح التأهل اللي تأهلوه تأهل تاريخي، تبقى لهم كيما احنا مي فزنا على نيجيريا في بكوفرو تاع محرز، تبقى ما تروحش من ريسانا. كيفاش ماركينا الكوتيوار في 2010 ما تروحش من ريسانا. يعني كاين بزاف امور اللي ما يروحوش من هادو، هما باين قاعدين ما تروحوش من ريسانا. باقي 15 بالك الشعب تاعهم في الكاميرون، بالك مي ماركينا حنايا باقي زوج دقائق كاين اللي خرج راح تسمع الزقا فرحوا. اختها هذا فلسف وين أهل وين أهدى تأهل للكاميرون التاريخي، تأهل تاريخي للكاميرون. هذه متالي نقولها لكم، ناس قام يشوفوا به. نتوما تقولوا باللي وزير السعادة، نقول لكم وزير التعاسة للجزائريين الأحرار اللي يبغوا ليك الناصر المناصر الحر، ماشي مناصر يعني من ذيك الجهة وجهتكم الخبيثة. نعرفوا شكون حنايا، رانا عارفين شكون، رانا عارفين شكون اللي يدعم في هذا في هذا في هذا الشحق، راه على بالنا. هذه باش يكون على بالكم. وكأن هذا الشحق يريد ان يعيدنا لعصر الجاهليه الكروي، والذي اعتقدناه قد ولى دون رجعه قبل ان ياتي منتخب. يعني نقولوا باللي ما نقولوش منتخب مغمور، كاميرون ماهوش منتخب مغمور، لكنه منتخب مثل على بالكم. في 10 منتخبات اللي تأهلوا للدور الفاصل كاين الكونغو وكاين الكاميرون، ضعفاء 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 ضعاف ضعاف بزاف بزاف بزاف. كيفاش فزنا عليهم وكيفاش هنا فازوا علينا؟ بسببنا احنا هنا بسبب المدرب، هو اللي دار خطه 5-2-3. الناس تلعب 3-5-2، تلعب يعني يعمروا الميليو تيرا، يعمروا من يلعب 4-4-2، يعمر ويلعب في لاطاك يلعب. هو لا، هو قعد خايف من الخطه هذه. الا الجبان اللي خاف، الا الجبان اللي خاف. شأنه كيفاش يعني خطه تكتيكيه عشوائيه، تغييرات عشوائيه، تغييرات غير هكا. اروح بالفوضي، اروح اي روح دخل عليا انت ما دخلتكش، اي روح قتها. كنا رابحين تاع اي روح بالفوضي، ادخل تعاودي راني دخلتك، وليت تقول ما دخلتكش. كارتي حومه. والناس اللي فرحانه هذو اللي فرحانين يقول لك باللي ما غاديش يستقل، غادي يكمل يعني بسبب المشروع بسبب الوقت. تاعش وقت سونغ جاب في نهار ربحه وراح. تاعش وقت تاعش بيتغلطونا، بيتكذبوا علينا، ما زلتوا تكذبوا علينا. هو قال لك لا ما ينجمش يستقل، الناس باقي نهار بدلوها. مص كيروش بدري ود بلادهم في الطياره طوا استقاله، قالوا له روح وجابوا كيروش اهلهم. تيجي انت الاخرين يسموهم تواسة المنزل الكبير هذاك، وصل فينال كاس العرب، وصل كاردو فينال كوب دافريك بلاعبين ذو مستوى متوسط، لاعبين متوسطين ماشي كيما النجوم اللي عندنا حنايا. حنا هذا عصر ذهبي، لكن مدرب جاهل، عصر جاهلي. حنا عندنا لاعبين تاع وين العصر الذهبي هذو اللاعبين، بصح اشتي له مدرب عصر جاهلي. عصلي وكنت نهدر فيها ونعاود، قلت لكم يا ودي هذا راه يلعب ب 11. فكرنا بلي زاني 82 اللي ربحوا الالمان يلعبوا، اللي هنا هو اللي ربحوا كوب دافريك يلعبوا. مي تهدر مي يهدر يقول لك كلوب ربح في بنفيكا 3، تهدر على كلوب انت يا صاحبي.
وإن شاء الله وين ويردونا رجعة، لكن قبل أن يأتي منتخب متوسط ما نقولوش مغمور متوسط وهو اسمه الكاميرون ليؤكد على كلامنا أولا وانتقاداتنا السابقة منذ يعني وين الخروج بنقطة بهدف واحد وبنقطة وخروج البعير من كأس إفريقيا، خرجونا خرجة البعير من كأس إفريقيا يعني، وخاصة وين فانيك نعود نقوله تعادلنا في قواعدنا أمام منتخب بوركينا فاسو يعني، وشاهدنا الناس قالوا كله أنا في مشكلة بس عشتينا استعد الأمطار أيوه وربحنا، بس قلت لكم يا ودي صحارك بلعبتش مليح، بس غادي تتلاقى مع مدرب يكون مليح ولاعبين تكون عندهم خبرة غادي يفدقوك وفدقونا صح، قذبونا في غين قذبونا على برا في الكاميرون الكف شبعنا كف وطلقونا قلنا بلي هذا ماشي اونترينر والناس شاده فيه تصفق عليه، جات الكوتيفوار هنا فانيك يا ودي راكم موليين راكم موليين ايا لا قالك لا يقعد هذا نحتاجوه هذا يزرع التعاسة في المواطن الجزائري، هذا باش يزرع التعاسة، لازم فرنسا لازم الناس تطبق ولازم فرنسا المشروع تاعها تاع زرع اليأس في الجزائريين لازم يقعد متواصل بسبب هذا المدرب الفاشل، بسبب مدرب فاشل انا نقولها ونعاود هذا مدرب فاشل، هذا ما هوش مدرب ما بدلش، نبهناه شعامل خطرة بوركينا فاسو يا ودي راهي نبهتك، المالي موريتانيا تونس دوزياميتو كلاونا تونس دوزياميتو ما بركيناش برك ما مركاوناش عرفا توما كوم شي نقول هي كانوا يكملوا معاك في البريمير في الدوزياميتو يكملوا معاك في 90 دقيقه في 90 دقيقه كان غادي هذاك كنا غادي ما نماركو ما يقول لك الاربيت ما يقول لك كانوا غادي يكملوا معاك بسبب التعنت تاعك والخطه العشوائيه اللي حطيتها، وين يتحمل هذا المدرب ودون سواه هذا الإخفاق والوجه الشاحب الذي أبان عليه رفقاء محرز لأسباب عديدة، ولكن قبل بدء في التحاليل علينا أولا ترك الحجج الوهمية يعني الحاكم محصلين في الحاكم والشرف الدين عمار هذا اللي محصلين فيه الحاكم والشرف الدين عمار من الحاكم راحوا الشرف الدين عمار كل شيخ شاف الدين عمارة هو اللي دار القائمة يعني الحاكم والمنا ونواصل في دفن يعني هذو الحجج هذو غادي نواصلوا في دفن رؤوسنا في التراب والتهرب من الواقع الآليم يجب تغييره بعجلة لو أردنا أن نخرج من يعني نخرج يعني بسرعه من هذا الازمه هذه اللي طحنا فيها. تشكيله غريبه لعب تشكيله غريبه يعني ما تشكيله اللي ما تشكيله اللي لعب بها سورتو راني نهضر هنا على بليده خاطش غادي اللعابه جابوا الفيكتوار لهنا بليده هو تفلسف دخلنا في حيط كي تفلسف هو دخلنا في حيط اجحى بغى يحاجينا دخلنا في حيط حق مع الصون قال له يا ودي انت فرحت قدام لا تلعب انت احتفلت قدام لا تلعب عيطت لصاحبي تاع لابيسين عيط لفلان عيط لفلان عيطوا تشوف لفلان عيطوا لفلان قعدوهم في المنصه الشرفيه ايوا رانا رابحين سايك رانا رابحين احنا كمناصرين نقولوا باللي نربحوا انت كمدرب ما تامنش لو كان جيت مدرب صح انت قريت هنا عند قريشي انت قريت هنا عند قريشي وجابوا لك الدبلوم تاعك من السودان ما قريتش مدرب انت مطمور عنده مدرب عنده لي ديبلوم خير منك انت على الف خطره انت ما قريتش انت راك داير فوضى انت اللي راك داير هذه الفوضى في الاتحاديه وانت اللي قاسم داير انشقاق للشعب الجزائري وهذا مبتغى هذا مبتغى تاع الفرنسيين المشروع تاع فرنسا هذا هو المبتغى تاعها انا نقول ونعاود فرنسا بقاتلها بقالها بشكل زويجه
وانت لا مدايرينك حتى هو بشكل يعني يلعبوا بيك انت هو قينا روح قينا روح لا بغات ما نلعبوش روح قينا روح قينا لا بغات ما نشاركوا ما نلعبوا ما روح قينا وين راهي تكذب علينا وين راهي وين راهي الكحلوشه الزوجه وين راهي البلونده وين راهي وين ربع سنين وانت تكذب علينا ها غادي نروح نجيب كاس العالم نجيب الشعر نجيب كاس العالم انت يا دلل انت كاس العالم تابوركينا فاسو من عادك